الرابعة عصرا في القاهرة، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة نيل. أهلا بكم. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار، ولكن مع العناوين الآن. رئيس الوزراء يشهد بداية عمل ماكينة الحفر العملاقة بالخط الثالث لمترو ماسبيرو. المرشحون الخمسة لسباق الرئاسة في الجزائر يختتمون اليوم حملاتهم الانتخابية وسط دعوات لإضراب عام في البلاد. مظاهرات حاشدة في لبنان اليوم عشية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد غدا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين. وجاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو ضمن مخططات ومحطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة مترو ماسبيرو لتعمل ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث أكد رئيس الوزراء أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على ضرورة العمل على استكمال كافة مراحل مترو الأنفاق والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين. وزارة الخارجية فتحت المكتبات الملكية مبنى ماسبيرو للإذاعة والتلفزيون، وتملك مساحتها 3600 متر مربع بعمق 28 متر تحت منسوب سطح الأرض. وبطروح في تصميم محطة ماسبيرو أن يتم استغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجاري وإداري أعلى جسم المحطة ليتكامل مع مخطط تطوير مدينة ماسبيرو. ويجري حاليا استكمال تنفيذ باقي المحطات في المرحلة الرابعة من الخط الثالث. كما أكد وزير النقل أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث بلغت نسبة الإنجاز بها أكثر من 23%، وأن تكلفة الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه. إجمالي أطوال المشروعات المستقبلية المخططة للمترو ووسائل الجر الكهربائي 721 كيلو متر من الجر السككي والأنفاق. جدير بالذكر أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق. مشروعات عملاقة تنفذها الدولة في العديد من القطاعات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. أحمد أبو الحسن، النيل. طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع وزارة التخطيط ورئيس وزراء وليس وزراء العدل. هذا وقد وافقت لجنة التشريع والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وكذلك كاتبة جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلا عن التقاضي وبعيدا عن ساحات المحاكم. ويستهدف مشروع القانون التغلب على المشكلات من أجل إتاحة بيئة إيجابية للاستثمار في مصر. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي، أصدر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي. وقد تضمنت المساعدات الإنسانية كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والمساعدات إلى دولة جيبوتي لمواجهة أثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات. شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية باجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والمجلس التنفيذي التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة القادم
في السودان. وكذلك ذكرت الهيئة في بيان لها أنه أن زين سيلقي كلمة تتضمن رؤى وأفكار حول مسألة تنظيم الإعلام العربي والمرئي والمسموع وما تتطلبه المرحلة من تفعيل آليات عمل اتحاد الإذاعات العربية، وكذلك تنشيط التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية العربية، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات مع الاحتفال بمرور نحو 50 عام على تأسيس الاتحاد. شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة على موقعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وقد زعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا 3 قذائف باتجاه جنوب إسرائيل، واعترض نظام الدفاع الجوي المعروف باسم القبة الحديدية 2 منهما فقط. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم عن مساعيه إلى تطبيق ما سماها بالسيادة الإسرائيلية بشكل أحادي الجانب على أراضي فلسطينية ومستوطنات في محاولة أخيرة لمنع إجراء انتخابات عامة ثالثة. وقال أيضا نتنياهو أنه حان الوقت للسيطرة على غور الأردن وإطفاء الشرعية على جميع مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا أنها ستكون جزءا من إسرائيل بحسب تعبيره. هذا وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة المحددة للبرلمان الإسرائيلي الكنيست لتشكيل الحكومة أو حل البرلمان أو التوجه إلى إجراء انتخابات ثالثة. يختتم اليوم المرشحون 5 في الجزائر حملاتهم الانتخابية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر الجاري. وتزامنا إلى ذلك دعت التكتلات النقابية لبدء إضراب عام في البلاد اعتبارا من اليوم للضغط على السلطة لتأجيل الانتخابات في البلاد. قبل أيام من انطلاق سباق الرئاسة الجزائرية في 12 من ديسمبر الجاري، يختتم المرشحون 5 حملاتهم الانتخابية وسط دعوات لإضراب عام في البلاد للمطالبة بتأجيل الانتخابات. المرشحون سعوا خلال حملاتهم إلى تقديم الضمانات الكافية بهدف تهدئة الأوضاع في البلاد وضمان حسن سير العملية الانتخابية، بدءا بالتوقيع على ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية والذي تمت صياغته من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وانتهاءا بالمناظرة التلفزيونية غير المسبوقة في تاريخ البلاد. وخلال المناظرة سعى المرشحون إلى تقديم أفضل برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إظهار التقرب من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ أكثر من 10 أشهر. ويرى المشاركون في الاحتجاجات ضرورة تأجيل الاستحقاق الرئاسي حتى يتم تغيير النخبة السياسية الحاكمة لضمان نزاهتها. ويترشح في هذه الانتخابات 5 مرشحين هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بالعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. ووسط غياب مرشح توافقي يرضي الأحزاب السياسية كافة، علاوة على انقسام شعبي بين مؤيد لإجراء الانتخابات وغالبية تدعو للمقاطعة، تبقى السيناريوهات مفتوحة مع إصرار كل طرف على موقفه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور مختار، يعني قراءة حضرتك للأوضاع والسيناريوهات المتوقعة في الجزائر بالتزامن مع الدعوة للإضراب رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية. يعني خلينا أقول لك الوضع في الجزائر من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين وضع خلينا أقول لك معقد للغاية. هذا الوضع المعقد هو إصرار رئيس الأركان الجزائري على أن يكون أو على أن تكون الانتخابات الجزائرية في موعدها المحدد سلفا وهو 12 ديسمبر. وبدأ المرشحين 5 كل طرف بآلياته وبجهده يحاول أن يتقرب من المتظاهرين ويحاول أن يتقرب من عموم المواطنين أن يكون هو الرئيس الأمثل طوال المرحلة القادمة. يتأتى هذا الوضع في ظل رفض شعبي جزائري لموعد إجراء هذه الانتخابات،
وفي ظل اضطراب أخطر هذا الاضطراب هو اضطراب النقابة الوطنية للقضاء. هذا الاضطراب اللي إلى حد كبير جدا أخذ طابع الندية وطابع الصراع مع سلطات الدولة، وهو يعول عليه بدرجة كبيرة جدا في أن تمر هذه الانتخابات بالشكل المأمول في حده الأدنى بالنسبة للشعب الجزائري. لكن ما زال الشعب الجزائري بعمومه يرفض هذه الانتخابات، وتقريبا هو رافض لمجمل المرشحين الخمسة بصرف النظر عن تلوعاتهم أو أيديولوجياتهم، باعتبارهم هم منتميين بدرجة أو بأخرى إلى المرحلة السابقة على الاضطرابات التي وجدت داخل الجزائر. نعم دكتور مختار، ولكن هناك العديد من التحديات اللي بتواجه الرئيس الجزائري القادم، مع انتظار الجزائريين لعدة، هناك العديد من الإصلاحات سواء إصلاحات دستورية أو قانونية أو تغيير في قانون الانتخابات في حد ذاته بينتظرها الشعب الجزائري. صحيح، وهناك تحديات كبيرة جدا. هذه التحديات هي كيف يكون القادم لسلم السلطة داخل الجزائر هو مختلف عن من سابقيه، والدليل على ده رفض مجمل المتظاهرين إلى عبد القادر بن صالح اللي هو الرئيس المؤقت الموجود حاليا. نعم. عشان كده التسابق بين عبد القادر بن كرينة أو عبد العزيز بالعيد أو عز الدين ميهوبي أو عبد المجيد تبون أو علي بن فليس إلى حد كبير جدا يكاد يكون كل هؤلاء الفرقاء متقاربين، ربما يسبق بنسبة وفقا للاستطلاعات الرأي عبد العزيز بالعيد والمرشح الثاني ربما علي بن فليس هم الأكثر ترجيحا بالنسبة للفوز في المرحلة إذا ما أجريت الانتخابات الجزائرية في 12 ديسمبر. القضية بالنسبة للجزائر الآن هي قضية من سوف يأتي إلى الحكم، وما هي الوعود التي سوف يقدمها لعموم الشعب الجزائري، وهل عنده آليات إصلاح بالمأمول لهؤلاء الشعب اللي نزلوا في مظاهرات متتابعة وفي جمعة متتابعة. أتمنى أن احنا تمر هذه المرحلة وتمر الجزائر على خير وتجرى الانتخابات في موعدها ويستقر الأوضاع بداخلها يعني. نعم دكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. يشهد لبنان اليوم تظاهرات حاشدة في مناطق أدى للضغط على النواب الذين سيسمون غدا شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضا منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب الذي يعتبرونه امتدادا للسلطة السياسية الحاكمة في البلاد. وقد دعت المجموعات المشاركة في الحراك اللبناني الشعب إلى العودة للساحات فيما أسمته أحد الغضب. اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للوزراء بتشكيل الحكومة والمقرر إجراؤها الاثنين، استعادت التحركات الاحتجاجية في لبنان زخمها القوي بعد خفوت في المشاركة وتراجع في أعداد تجمعات المحتجين خلال الأيام الماضية. مراقبون للمشهد توقعوا أن تجتاح لبنان تظاهرات حاشدة في مناطق عدة لا سيما في العاصمة بيروت للضغط على النواب الذين سيسمون شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضا منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب الذي يعتبرونه امتدادا للسلطة الحاكمة. وتوزعت المطالب التي يرفعها المتظاهرون والمحتجون ما بين مطالب معظمها سياسية وأخرى معيشية واقتصادية. كان المطلب الأساسي المشترك في ساحات التظاهر والشوارع هو تشكيل حكومة إنقاذية مصغرة من الاختصاصيين المستقلين بمعزل عن المحاصصة والتقاسم الطائفي التقليدي. وشدد المتظاهرون على استمرار انتفاضتهم والبقاء في الشوارع والساحات حتى تتحقق مطالبهم في شأن تشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة واستقلال السلطة القضائية وإبعادها عن التدخلات السياسية. الأوضاع المتردية في لبنان دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى مناشدة الدول الصديقة لبلاده على استيراد السلع الأساسية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية حادة ونقصا في العملات الصعبة. لمزيد من المتابعة عن الأوضاع في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي. سيد أسعد برحب بحضرتك، ربما غدا سيكون يوم حاسم في تاريخ لبنان إذا كانت ستحسم تسمية اسم رئيس الوزراء السابق بعد المشاورات وتسمية السيد سمير الخطيب، أم سيكون هناك أيضا ربما من جديد سيعود الحريري إلى المشهد، أم سيفاجئنا الرئيس الحريري بوجود شخصية ثالثة وربما هو يعني اقتراح بعيد بعض الشيء. بوجهة نظرك ماذا تحمل الساعات القادمة في تاريخ لبنان؟
تحيات لك للمشاهدين. الحقيقة هناك خبر عاجل من بيروت أن المرشح المفترض سمير الخطيب انسحب، أعلن انسحابه من السباق الحكومي. بالتالي تذهب الأمور، وأعلن أيضا أمرا هاما وهو أن الجميع اتفق طبعا للخطيب على أن على ترشيح الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة. يعني هذا الأمر عادت الأمور إلى المربع الأول. الرئيس سعد الحريري اشترط منذ البداية شروطا واضحة لتشكيل الحكومة، منها أولها تشكيل حكومة تكنوقراط، وإن يقبل ببعض الوجود السياسي ولكن يريدها حكومة تكنوقراط مرضي عنها من المجتمع العربي والدولي حتى تأتي المساعدات. ماذا سيحصل غد؟ هناك احتمالات عدة، إما أن يتم تفاهم ما بين تحالف حزب الله وعون والحريري ويتم تسميته لتشكيل الحكومة، أي نعم، أو أن لا يحصل هذا التفاهم، وبالتالي أنا أتوقع تأجيل الاستشارات، أن يقوم رئيس ميشيل عون بتأجيل الاستشارات النيابية. إذن يعني الوضع في اتجاهه لأكثر تعقيدا بعض الشيء، لأن الرئيس الحريري مصر ربما على هذه الحكومة، والشارع لا يقبل إطلاقا بوجود هذه الحكومة لأنه يرفض جميع الأشكال الخاصة بوجود عناصر سابقة من كل الأطراف السياسية. طيب في ظل الأوضاع المعقدة اقتصاديا سيد أسعد، يعني الأوضاع يزداد اقتصادا تعقيدا ما بين يوم وآخر، نقص في المواد الغذائية، نقص في الأدوية، نقص في الوقود، شح في الدولار، صعوبة في الحصول على العملات، إذن الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدا. هل سيرضخ الشارع العراقي أو ربما اللعب على هذه الورقة تحديدا من قبل القائمين على الأمر في لبنان، هل سيقبل الشارع تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة بأي خيار سيكون بعد غد، ربما بعد يعني استبعاد الخطيب، وربما أيضا يعني طرح من جديد السيد الحريري كرئيس للحكومة بشكل أو بآخر؟ انسحاب سمير الخطيب هو يعني إنجاز آخر للانتفاضة في لبنان. أسقط الشعب اللبناني ترشيح سمير الخطيب الذي كان سيأتي بحكومة معلبة لجبران باسيل وحزب الله، هي استنساخ الحكومة الماضية. لا أعتقد أن هناك قدرة بعد على القبول بأي حلول وسط في هذا الموضوع. بالكاد يمكن التفكير أو النقاش، وهذا تحت شروط، بتولي سعد حريري الحكومة، ولكن أن تكون حكومة إنقاذ فعلية خالية من القوى السياسية وخالية من رموز الفساد، وهذا أمر بديهي. وبالتالي الشارع اللبناني مصر على هذه المطالب، ويعتبر أن نقطة البداية للإنقاذ، لأنه ينطلق من الشارع، ينطلق من الأزمة، من الانهيار، نقطة البداية للإنقاذ هي في رفع يد القوى الحزبية عن تشكيل الحكومة. إذن نحن بعدين تماما عن فكرة المحاصصة من جديد واللجوء إلى حكومات محاصصة كما كان يطلب الحريري حكومة تكنوقراط وغيرها من الأشياء التي ربما تزيد الوضع تعقيدا في البلاد أيضا. نعم هذا فكرة مرفوضة تماما، فكرة المحافظ. إذن نتمنى بالطبع أن يعني أن تسير الأمور الأفضل وتحل هذه المشكلة التي تنعقد ربما ويعني تزداد يوما بعد يوم منذ آخر شهر أكتوبر الماضي. شكرا جزيلا للسيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي محدثنا من بيروت. إلى العراق، حيث أعلنت كل من محافظة ذيقار والديوانية تعطيل العمل في جميع المصالح الحكومية ما عدا الجهات الأمنية والصحية اليوم وغدا، وذلك حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا قراء الهجوم الذي استهدف المتظاهرين بوسط بغداد. كما طالبت قيادة عمليات بغداد بإلقاء القبض على منفذي الهجوم والكشف عن هويتهم وأحالتهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل لهم. بعد ليلة دامية في بغداد ومقتل العشرات بينهم عناصر من القوات الأمنية على أيدي مسلحين مجهولين، وصل آلاف المتظاهرين العراقيين المناهضين للحكومة والتدخل الإيراني التجمع في ساحة الاحتجاج، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد. وشن مسلحون مجهولون هجوما على المتظاهرين في بغداد، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله منذ أسابيع قرب جسر السنك، وأطلقوا النار منه باتجاه الجسر حيث تتمركز القوات الأمنية. وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم مجزرة السنك نسبة إلى الجسر القريب من ساحة التحرير المركزية. وإثر الهجوم الدامي انتشر أصحاب القبعات الزرق العزل التابعين للتيار الصدري في محيط المنطقة لحماية المتظاهرين، وتدفقت أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحة التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية،
حيث تجرى اعتصامات منذ أسابيع عدة. كما استهدفت طائرة مسيرة في النجف بقذيفة عون منزل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة. ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة الحاكمة منذ 16 عاما، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران. ويمثل الهجوم الأخير نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية، إذ وقفت القوات مكتوفة الأيدي أمام هجوم المسلحين وعجزت عن التعرف عليهم أو اعتقالهم في بلد اكتسبت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران نفوذا كبيرا، خصوصا بعدما باتت تحمل صفات رسمية. ومثلت مسبحة السنك صدمة وطنية أدانتها منظمات ومؤسسات غربية، حيث دعا الرئيس برهم صالح إلى حماية المتظاهرين السلميين وملاحقة المجرمين الخارجين على القانون، فيما أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا اعتبرت فيه أن ما حصل في بغداد جرائم غير مبررة. كما دعا السفير البريطاني ستيفن هيكي الحكومة لحماية المتظاهرين واتخاذ تدابير عاجلة لمحاكمة الجناة. وحذرت الأمم المتحدة من أن عنف العصابات المنبثق عن الولاء للخارج قد يضع العراق في مسار خطير. بدأ آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ مرتدين ملابس سوداء، بدأوا مسيرة حشدة تضم كافة فئات المواطنين من أجل المطالبة بالديمقراطية. ومنحت السلطات الضوء الأخضر للجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي نظمت مسيرات مليونية سلمية إلى حد كبير في يونيو لتنظيم المسيرة، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الجبهة على تصريح للاحتجاج منذ أغسطس الماضي. بالطبع لمزيد بالتفاصيل سنتابع مع حضراتكم في هذا التقرير. غالبا ما تكون الحروب لأطماع سياسية، ولكن حرب الشعب دائما ما تكون لمصالح عامة أو لفرض الديمقراطية. محتجو هونغ كونغ يواصلون منذ نصف العام حربهم ضد الدكتاتورية مطالبين بحقهم في ديمقراطية عادلة. فتجمع حشد كبير في فيكتوريا بارك وبدأوا مسيرة وسط الإقليم تعد اختبارا للمطالبات الدائمة لحركة الاحتجاج. الشرطة هذه المرة وافقت على المسيرة، ما قد يعزز أعداد المشاركين، إلا أن قوات مكافحة الشغب كان لها وجود على مقربة من التظاهرات. هذه التظاهرة جاءت بدعوة من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي جماعة نظمت بعضا من أكبر التظاهرات منذ أن خرج مئات الآلاف من المحتجين في أولى تظاهراتهم بداية يونيو الماضي، فاستطاعوا تحقيق مكسب بسحب الحكومة اقتراحها سبب الأزمة، حيث كان سيسمح بإرسال المشتبه بهم جنائيا للمحاكمة في الصين. ورغم المكسب تعالت المطالب وباتت الحركة في تحد مستمر لحكومة الإقليم والزعماء في بكين، حيث أصبحت المطالب خمس، ويردد المتظاهرون المتشحون بالسواد في مسيرتهم بصيغة تحد واضحة، إنها خمسة مطالب لا تقل واحدا، ومن بين تلك المطالب دعوات لاقتراع عام لاختيار زعيم للمدينة إلى جانب مطالب أخرى. وتشير الأعداد الكبيرة التي خرجت بالتظاهرة إلى استمرار تأييد واسع النطاق للاحتجاجات التي جاءت بعد أسبوعين من حصول المرشحين الديمقراطيين على نحو 90% من مقاعد المجلس المحلي في انتخابات عامة شهدت إقبالا قياسيا، مما يشكل تحديا لبكين ويزيد الضغوط على كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، والتي يبدو أنها قد تعلمت الدرس، فأصدرت حكومتها بيان استبق التظاهر يدعو إلى الهدوء ويؤكد أن الحكومة ستصغي بتواضع للنقد وتتقبله. ويرى مراقبون أن هكذا تحول في موقف حكام إقليم هونغ كونغ قد يكون مراوغة منهم لكسب ود المحتجين، في حين يرى آخرون أن لام ومعاونيها قد سأموا الاضطرابات ويتطوقون إلى سلم وأمن لطالما قد اتصف به الإقليم. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض أخبار الاقتصاد. كوريا الشمالية تجري تجربة من موقع لإطلاق صواريخ قبل أيام من انتهاء مهلة أمريكية لاستئناف الحوار من جديد.
أولى وقفاتنا في هذه الفترة الإخبارية شاملة متابعة الأخبار المالي والأعمال. تصحبنا في هذه الوقفة الاقتصادية الزميلة حنان الخولي. تفضلي حنان. نجلة وعمري شكرا لكم ومشاهدينا أهلا بكم في هذه النشاط الاقتصادي وأهم ما فيها. مصر ثانية أكبر دول الشرق الأوسط جذبا لاستثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. أعلنت وزارة الاستثمار أن مصر احتلت المركز الثاني بالشرق الأوسط في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، حيث أبرمت 27% من إجمالي صفقات التمويل في المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019. ذكرت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد إطارا جديدا لاحتساب معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، حيث تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة. قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن إجمالية التدفقات الدولارية على مصر قد بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي يتم تنفيذه. وأضاف عامر أن برنامج السياسات المالية قد حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم. وأشار محافظ المركزي إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفا أن المركزي المصري يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة. أكدت وزارة البترول أنه يتم حاليا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة من الاستهلاك المحلي من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج. أكدت الوزارة أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية لدراسة سبل تحسين أداء تلك الحقول خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.3 مليار دولار بنسبة صعود بلغت 2.3% عن الفترة المناظرة من العام الماضي. نتحول إلى وزارة الإسكان والتي أكدت أنه تم وضع خطة لبناء مصر الحديثة والمتمثلة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052. وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدن المستقبل فرص الأعمال والاستثمار، دعت الوزارة المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة. دعا الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المستثمرين والمطورين العقاريين المصريين والعرب للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة ومن ضمنها مدن الصعيد، فهناك فرص كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية بتلك المدن. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدن المستقبل فرص الأعمال والاستثمار والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. العمران اللي بيحصل من خلال المدن 14 مدينة جديدة بيوفر أراضي للاستثمار في أي استثمار، سواء عقاري سواء سياحي سواء صحي سواء تعليمي خدمات، وده يمكن أول مرة بيبقى في إتاحة سهل الأراضي. النهاردة المستثمرين كان في السابق كان عشان يتحصل على الأرض للاستثمار في أي مجال كان بيقعد أكتر من سنة،
مع الهيئات الحكومية والمسؤولين النهاردة في أقل من شهر بيقدر يستطيع الحصول على أراضي. المستثمرون العرب أشادوا بالتغيرات الإيجابية في سياسة جذب الاستثمار العربي إلى السوق المصري في مجال التشييد والبناء. في تسهيلات من خلال البنية التحتية والإصدار التراخيص والأراضي، تسجيل الأراضي، هذه شغلة كتير مهمة لنا، يعني لأنه نحن يعني لما نقرر أنه نحن بنبتدئ باستثمار جديد بدنا هدول الشغلات تكون مأمنة. خلال المؤتمر أكد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا في الاقتصاد المصري والأكثر توفيرا لفرص العمل. عمر حمزة، النيل. بدأ جهاز تنمية مدينة السادات اعتبارا من اليوم تسليم 3138 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية بالمرحلتين السابعة والثامنة، وينتهي الجهاز من تسليم قطع الأراضي في المرحلتين في شهر أبريل القادم. في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان أن جهاز مدينة العبور الجديدة يبدأ في 5 يناير في تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان الأكثر تميزا، وذلك حتى 11 فبراير. نتحول للبورصة المصرية، حيث سجلت مؤشراتها تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 695.2 مليار جنيه بخسارة قدرها 4.1 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 2.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 955 مليون جنيه. من سوق المؤشرات إلى البورصة من البورصة المصرية إلى وزارة المالية، والتي أكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. أضافت الوزارة أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات. قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر من خلال الاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 أو 2030. أضاف رئيس المصلحة أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية، ستؤدي إلى تغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة. إلى السودان، حيث ذكرت فيها وزارة الخارجية أن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي قد أكد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن البنك سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان. أوضحت الخارجية السودانية أن حمدوك قد التقى في واشنطن مع رئيس البنك الدولي الذي أكد أنه يتواصل مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون في إطار مبادرة نادي باريس. انتهت النشرة الاقتصادية مشاهدينا، شكرا للمتابعة، ونواصل مرة أخرى بانوراما النيل مع نجلاء وعمر. إليكم. شكرا لك حنان لهذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم جديدا. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة بموقع سوهاي وصفتها بأنها اختبار ناجح له أهمية كبرى، لكن دون تحديد نوع هذه التجربة. ولكن حذرت بيونغ يانغ من أنها ستتخذ مسارا جديدا وسط جمود محادثات نزع السلاح النووي التي تجريها مع الولايات المتحدة. مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن، أجرت كوريا الشمالية تجربة مهمة جدا بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية،
وهو موقع للتجارب الصاروخية، كانت قد وعدت بيونغ يانغ واشنطن بإغلاقه. ووصف تقرير وكالة الأنباء المركزية التجربة بأنها اختبار ناجح له أهمية كبيرة دون تحديد طبيعة التجربة، التي قالت إنه سيكون لها تأثير هام على تغيير الموقف الاستراتيجي لكوريا الشمالية، فيما أوضح خبراء صواريخ أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على محرك صواريخ، وهو ما وصفه الخبراء بأنه مؤشر على غلق باب الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وواشنطن. وتزايدت حدة التوتر قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام، ودعت الولايات المتحدة إلى تغيير سياسة مطالبتها بنزع السلاح النووي من جانب واحد، وطالبت بتخفيف العقوبات عليها. وقد حذرت بيونغ يانغ من أنها قد تتخذ ما وصفته بمسار جديد وسط جمود محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. ووافق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إغلاق موقع سوهاي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة. كما عقد كيم أيضا 3 قمم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يونيو عام 2018 دون أن يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي. وتأتي التجربة الأخيرة في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ ضغوطها قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة. يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي بالوزراء المعنيين بمشروع إصلاح نظام التقاعد المهدد المناهض باجتماعات بتعميق حركة وسائل النقل بشكل كبير. كانت الاحتجاجات قد عمت باريس الخميس الماضي بنزول أكثر من 800 ألف شخص إلى شوارع فرنسا بحسب وزارة الداخلية، وذلك وسط دعوات لإضراب أثر بشكل كبير على حركة النقل وعبر السكك الحديد وكذلك القطارات الفائقة السرعة والمترو في باريس. وقدعت النقابات إلى يوم جديد من التظاهرات بعد غد، وتتوالى في عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات وزارية حول مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وخصوصا مع وزيرة الصحة والمفوض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد ووزير النقل. تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحد من الهجرة إذا فاز في الانتخابات المقررة الخميس القادم. قال جونسون إنه سوف يتبع نظام النقاط للسيطرة على الهجرة، وأضاف أن تركيزه سينصب على الحد من هجرة العمالة غير الماهرة، موضحا أنه ليس معاديا للهجرة إلا أنه مؤمن بفكرة السماح للأشخاص بالمجيء لبريطانيا إذا كانوا يمتلكون الموهبة ويرغبون في العمل والعيش في المملكة المتحدة. لقي 43 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي عقب اجتياح حريق مصنعا مؤلفا من 6 طوابق. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصنع ينتج حقائب يد وأن كميات كبيرة من المواد الخام كانت مخزنة داخل المبنى، مما أدى لانتشار الحريق سريعا ولم يتسنى بعد معرفة تفاصيل عن السبب وراء اندلاع هذا الحريق. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم ونتابع فيها بعد قليل. إجراءات حكومية لاستبدال التوك توك في مصر بوسائل مواصلات أكثر أمنا. قبل 15 عاما حيث انتشر بشكل واسع كإحدى وسائل المواصلات وكذلك الأقل كلفة ويستخدمها الكبير والصغير. لكن منتقدي التوك توك يرون فيه وسيلة غير أمنة أدت إلى فوضى مرورية كبيرة، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات من أجل استبداله بسيارات أكثر أمنا لإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى. موقف رادع اتخذته الحكومة المصرية تجاه التوك توك بعد أن هيمنت هذه العربات ثلاثية العجلات على شوارع الأحياء الفقيرة في القاهرة على مدار العقدين الماضيين. الحكومة اتخذت إجراءات عدة في مسعى منها إلى تحديث هذا النوع من المواصلات، حيث تخطط لاستبدال التوك توك بميني فان نظيف. استبدال الميني فان بالتوك توك وسيلة حضرية أكتر، وسيلة نقل جماعي أفضل، وسيلة آمنة
الناس محتاجاها وعايزينها، وخاصة انت لو حضرتك بصيتي لأبعاد السيارة الميني فان هتلاقيها تقريبا أكتر من حجم التوك توك بحاجة بسيطة، لكن استيعابها لعدد من الأشخاص أكتر، حوالي 7 استيعاب التوك توك لعدد من الأشخاص 2 زائد السائق. فطبعا هنا بالشكل ده انت حضرتك بتستخدمي وسيلة نقل حضرية، وسيلة نقل آمنة. الخطة الجديدة تتطلب من أصحاب التوك توك بيع المركبة، ومن ثم الحصول على قروض حكومية لشراء سيارة ميني فان جديدة أو المخاطرة بدفع غرامات وحتى المقاضاة في حال عدم الالتزام. أعتقد أنه محاولة يعني تقنين أوضاع التكاتك اللي هي طبعا اتسعت بشدة في 10-12 سنة اللي فاتوا، أصبحت جزء من قطاع المواصلات الفعلي في مصر، طبعا غير الرسمي بالكامل. كانت الحكومة قد أقرت العام الماضي قانون المرور الذي يشترط على جميع المشترين الجدد ترخيص التوك توك، وفي سبتمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة شاملة للتخلص التدريجي من التوك توك في 20 محافظة، واستبداله بسيارات ميني فان ذات 7 مقاعد والتي تعمل بالغاز الطبيعي. لكن بعض السائقين يدافعون عن التوك توك الذي يتميز بحجمه الصغير وقدرته العالية والأجرة الرخيصة مقارنة بالميكروباص الأكبر حجما والأعلى تكلفة. في الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. رئيس الوزراء يشهد بداية عمل ماكينة الحفر العملاقة بالخط الثالث لمترو ماسبيرو. المرشحون 5 لسباق الرئاسة في الجزائر يختتمون اليوم حملاتهم الانتخابية وسط دعوات لإضراب عام في البلاد. مظاهرات حاشدة في لبنان اليوم عشية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد. وصلنا مشاهدينا لختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.